احنا قلنا لك اعاده بناء مفاهيم. انت ما فيك تصدق كذبه كبيره عايشه من نص الشام لهلا ولا شواهد هالقد بمدخل صلاح الدين. كذبه طبعا كذبه. هي إذا دلت على شيء أو إذا هدفت لشيء فهي بتهدف الاستخفاف بتناول مقدساتنا وشخصيات تاريخنا. علاء صلاح الدين هو المحرر الحقيقي للقدس وما دخل أحد، هو دخل الصلح وهو رجع اليهود لها.